وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء صالح الشرب أعطت الانطلاقة لواحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها اللي كتهدف طبعا لتشجيع الاقتصاد في الطاقة الكهربائية وباش ترد السلطة للمستهلك، وجات طبعا باش تدعم الحملة التحسيسية اللي هي الحملة التحسيسية التقليدية اللي كتعرفوها اللي تلقتها الوزارة مع المؤسسات والشركات اللي تابعة لها. فببساطة باختصار الهدف من هذه التجربة هو غادي تشمل اولا شهرين شهر نوفمبر وشهر ديسمبر ديال هذا العام باش نشجعوا بغينا نشجعوا المستهلكين نهائيا على التحسيس التحسين الاستهلاك ديالهم ديال الكهرباء. اللي عنده كونتور يقدر يدخل معنا في هاد التجربه. غادي تم المكافاه ديال المستهلكين على حسب الاقتصاد اللي غادي نحققوه في هاد الشهرين ديال نوفمبر وديسمبر ديال هذا العام مقارنه مع الاستهلاك في نفس الفتره من العام الماضي عام 2021. وبعد الاحتساب ديال هاد الاقتصاد غادي نحسبوا المكافاه باش نمنحوها في كاع المعنيين المستهلكين اللي هما معنيين في سنه 2023 ان شاء الله. فكيف ما كتعرفوا على غرار الدول الاخرى كاينين دول اللي بداو تيقطعوا الضوء في هاد العام اللي عرفوا واحد الازمه طاقيه اللي هي غير مسبوقه. الفاتوره الطاقيه ديال البلاد ديالنا عرفات ارتفاعات غير مسبوقه، طلعت كان واحد الارتفاع ديال اكثر من 130% عام العام. ولكن المغرب الحمد لله اخترنا واحد الطريق اللي هو فريد من نوعه. بغينا بهذه التجربه نبرهنوا على حساب المعطيات ديال المكتب الوطني للكهرباء والماء صالح الشرب، الى اقتصدنا جميعا وصلنا ل 5% في هاد الشهرين وان شاء الله غادي نوصلوا اكثر من 5% في هاد الشهرين، فهذا كيساوي الاستهلاك ديال واحد المدينه بحال طنجه. ف طبعا باضافه الى الاقتصاد في الاستهلاك، هاد التجربه اللي هي فريده من نوعها اولا غتمكننا باش نرفعوا من الثقافه ديال النجاعه الطاقيه، ثانيا غتمكننا باش نزيدوا من الروح ديال التضامن الوطني، وثالثا غتمكن من المستهلك باش يتمكن من الفاتوره الطاقيه ديالو، وعلى ما لا علاش لا يولي حتى هو منتج ان شاء الله ديال الطاقه ديالو.